بس زي ما قلتوا فعلا نعم. الواحد حلو انه يطور نفسه، ممكن في فتره معينه لازم الواحد يشتغل على نفسه، يكون بيواجه اشياء مره كثيره، في اشياء نفسه يطورها، مهارات، مواهب، وهذا اللي يميز اليوم ضيفتنا ما شاء الله عليها، يعني مو بس طلاب المدارس، لا حتى هي فنانه تشكيليه وحبت انها تطور نفسها باشياء كثيره. ندى الريمي، يسعد لي صباحك. يسعد صباحك. يعني زي ما قلنا ما شاء الله، يمكن اليوم شايفين طلاب المدارس قاعدين يروحوا اونلاين ويمكن في ضغط عليهم، لكن حلو الواحد يدخل على هذه التجربه بكيفه وبارادته. وهذا اللي عملتي، كيف كانت تجربتك كفنانه تشكيليه انك تتعلمي خلال الاونلاين؟ تجربتي انا شخصيا تعلمت الرسم او مبادئ الرسم والمفاتيح حقته في البدايه، تعلمتها صراحه عن طريق اليوتيوب، جوجل، الكتب، هذه الاشياء، لين ما طورت من نفسي وخليت هذه المهاره يعني خلينا نقول اقوى شويه ما شاء الله عليك، الين ما تاكدت ان انا وصلت لمستوى صار عندي المعلومات اللي انا اقدر اعلمها. ما شاء الله، ما لسه كنت بسك، انت ما شاء الله عليك فنانه تشكيليه، رسامه وكاتبه ونحاته، وما شاء الله عليك دخلتي هذه التجربة وصرتي كمان تعلمي أونلاين، يعني كيف استفدتي من هذه التجربة ونقلتيها كمان لطلابك؟ في البداية حيكون الموضوع شوية صعب، بس ونس إنه إحنا يكون في عندنا هدف واضح، إنك أنت حلو إنك أنت تكون فنان وتتعلم الفن لتعلم الفن. الله الله. أنا عندي هذا المبدأ، وأحس إن أنا أي أحد يكون متعطش لهذا العلم، أحس إنه أنا دائما أحاول أفيد، أبغى أفيد الناس، أبغى أنشر هذا العلم، أبغى أعلي ثقافة الرسم، أبغى أشوف الناس كلها رسامة، أبغى أشوف العالم كلها فنانة. فلما دخلت في الرسم وطورت نفسي فيه، قلت ليش ما أعلم الناس المفاتيح والكيز اللي كانت صعبة علي أنا. صحيح، من أنبل المهن التعليم إنك تعلم، يعني وممتع، ممتع بالزبط. ونس إنك أنت تحبي أصلاً حاجة مثلاً الرسم، إذا جيتي تبي تعلميها راح تعلميها بمنتهى الحب. أنا دائماً أقول حلو لما الواحد يكون عنده علم جميل وما يبخل عليه، يعني ما يبخل على الناس بعلمه، ويستفيد صح. كل الناس من هذا العلم. إيش الأقرب لك؟ ما شاء الله عليك أنت نحاتة ورسامة وكاتبة ودمجتيهم كلهم مع بعض، وهذا شيء جديد ترى بالنسبة لنا إنه تعملي كل ده بكتابة. أول حاجة إيش الأقرب لك من هذول الثلاثة؟ الأقرب لي، بالنسبة لي الأقرب لي الرسم. الرسم. لأنه كان يشغلني، كان يخليني كده أنا برا الخدمة لمدة 8 ساعات 9 ساعات بدون ما أحس، فأحس أن أنا قاعدة أطور 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 من الله. نفسي بدون ما أدخل في أي هدك تاني، كأنه زي الجدار كده ينزل يمين ويسار، أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم بلوك. أيوة. في أشياء أنا ما أقدر أعبر عنها بالرسم، فأقوم أستخدم الكتابة. حلو. وفي قوة تحسها أو تحسيها في داخلك، حاجة تانية كده، غضب من نوع ما خلينا نقول. أيوة. يطلع بالنحت، تقعدي تحطي، يطلع بالنحت، ويصير شعور الرسم، شعور النحت كأني أرسم بس مضروب في 15 في 10 مضاعف، فتحس انك انت قاعده. أيوة. تنفس عن غضبك من 3 جهات، وهذه يمكن احنا دائما نتعلم انه هذا نوع من انواع خلينا نقول انك تتنفسي عن او تنفسي عن غضبك به، يعني دائما يقولوا لنا الكتابه، الرسم اذا كنا نعرف نرسم، او حتى اذا ما نعرف نرسم انه بس نرسم او نكتب هذا. فهذا كله، بس النحت انا صراحه ما جربته. لكن لو تيجي تكلميني كيف ترجمتيهم 3 مع بعض، وكيف تشوفي كيف هذا الدمج طلع من ندى، يعني كيف خلاها اليوم تحس بقوة أكبر؟ هل حست إن هي قادرة إنها توصل رسالتها بشكل أسرع؟ إيه. بالنسبة لي النحت هو بعد ثلاثي. الرسم يعتبر بعد ثنائي، فالنحت يعني كأنه الرسم بس بطريقة ثانية. كيف دمجتهم الثلاثة؟ الثلاثة كلهم ترى بيتكلموا عن التعبير. صحيح. الثلاثة كلهم بيلتقوا كده في نقطة إني أنا أعبر، سواء بنحت أو بكتابة أو برسم، بس يمكن أنا اللي خلى شوية بيكون عندي بعد ثالث في النحت، وبيكون سهل على يدي نوعا ما، إني أنا تمرنت أو زي ما تقولي تمرست عليه مدة أطول، اللي هو الرسم. أنا لي في الرسم تقريبا هذه السنة الخامسة ما شاء الله عليك. طب كيف تشوف اليوم المتلقي إنه يتجول بين كل هذه الفنون الثلاثة؟ كيف بتشوفيه بيفهمك أكثر، بحس فيكي أكثر؟ مرات الأشياء اللي نعملها توصل للناس تحسيه خاص يعرفك كأنه من سنين، كيف بتحسي هذا الشيء مع المتلقي؟ احيانا انا استغرب من بعض الناس اللي بيكونوا متذوقين للفن او الرسامين، انهم كيف قدروا يفهموا نقطه معينه انا بتكلم فيها بس بدون، بس برسمه.
بس كذا تحس انه بس كذا بلوحه فتلاقي يقول لك ترى هذا كان في وقت غضب، انت هنا كنتي مبسوطه، انت هنا كنتي. فاحس الرسم او الفن بشكل عام اذا طلع بشعور صادق يوصل، يعني احس هو كذا. يعني ما شاء الله طلابك، كيف تشوف الفرق معاهم من خلال الاونلاين، من خلال متابعتك ليهم؟ ايش بتعلميهم اكثر؟ ايش انت قلتي الرسم اقرب لك، بس ايش اكثر الاشياء وانت تستمتعي وانت بتعلميها الطلاب من خلال الاونلاين؟ في حاجه دائما المقبلين على تعلم الرسم تهمهم، وتلاقيه هو اول سؤال تقول لك مثلا انا ماني موهوبه ترى انا اقدر اتعلم، اقدر اتعلم؟ اقول لها ايوه تقدر تتعلمي، لانه في نوعين من الرسامين، في الموهوب وفي المكتسب. حلو. بالعكس ممكن المكتسب هذا يغلب الموهوب، لانه الموهوب بيدخل في دائره امان بيقول لك انا موهوب، انا ما احتاج ان انا اطور نفسي، ما احتاج اسوي ولا حاجه، فيقعد كده مع نفسه لانه هو واثق من نفسه، يحس خاص بالاكتفاء، صح؟ موهوب. أيوة. فيجي المكتسب، طبعا هذا الشخص بيشتغل كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فبيطور من نفسه، بيوصل لمرحله انه هو طور من ادائه ومن مهاراته ومش حاسس بنفسه. صحيح. تلاقي الليفلز حقته في الرسمه بتطلع. واو. بتطلع. ايوه. فهذا اللي لقيتيه من خلال، ما شاء الله عليكي كمان نقلتي كل هذه المعرفه من خلال كتاب كمان. وشفنا لك كتاب هدهد من سبا. بالضبط. لو تحدثينا عن هدهد من سبا وايش فكرته وايش نقلتي فيه؟ شوفي هدهد من سبا هو خلاصه ندى، كل الاشياء اللي ندى بتسويها في الحياه جمعتها في هذا الكتاب. يمكن مريت بقصص نوعا ما كانت مؤلمة بالنسبة لي. أنا دائما أقول إنه الألم يصنع الإنسان، وفي مقولة للفنانة المكسيكية فريدا كايلو اللي هي الإبداع يولد من رحم المعاناة، فأنا أحس إن هذه المقولة تمثلني. يمكن مريت بفترة كذا من حياتي كان فيها شوية ألم، بس استخدمتها، حاولت إن أنا استخدمها في إن أنا كيف أعبر عن نفسي بطريقتي في الرسم وفي الكتابة، ودمجت بين الاثنين. بين يعني إذا نقول والكتابة. أعمالك كلها فيها شوية معاناة ونقدر يعني نقدر. خلينا نقول إنه إيوة، بس هذا الشيء أنا يعني أشوفه إنه طورني صقلني. بالعكس. حتى الكتاب فيها لوحات فنية كثيرة، فيها نصوص أدبية بتتكلم عن مواقف مريت فيها في حياتي كثيرة. ما شاء الله عليكي.